هنتكلم النهاردة عن بينجو كيتشن مناسبة لثلاث سنين فيما فوق. واللعبة اللي معانا النهاردة هي مكنة الايس كريم، بيجي معاها 7 اكسسوارز وبتعمل ايس كريم حقيقي. كمان في كل الارشادات بتاعت التشغيل بتاعتها على العلبة، نتأكد دايما من لوجو بينجو والاي ان 71. تعالوا نفتح العلبة مع بعض. العلبة بيجي معاها كاسين وعلبة للشوكولاتة والسبرينكلز ومعلقتين. في مسمار تحت لازم نفكه عشان نعرف نطلعه من الفاكيوم، وده الجزء الداخلي، دي الحلة اللي بنحط فيها الباودر بتاع الايس كريم، وده الكوب اللي بنحط فيه التلج. بنحط الايس كريم بتاعنا وبنحط اللبن، وهنا احنا حطينا الحلة على طول، وبعد كده حطينا الماشين اللي هي الدوارة وحطينا التلج. هتلاقوا في نص الفيديو ان احنا بينا انه الحلة دي ينفع ان هي تدخل ما بين اليد وما بين الحلقة نفسها اللي بتمسكها عشان نخلي الايس كريم يتعمل. بنفضل نلف في اليد من ربع ساعة لنص ساعة لحد ما نعمل الايس كريم بتاعنا، ودينا هو بنطلعه. زي ما انتوا شايفين الايس كريم اتعمل وساقع جدا. بننزل الايس كريم جوه الحلة، ونبتدي ان احنا نفضيه. زي ما انتوا شايفين اهو بنطلعها، اليد بيبقى فيها الحلة ممسوكة، ونبتدي نفضي الايس كريم في الكاسات زي ما انتوا شايفين، وهنرش عليها دلوقتي السبرينكلز من فوق، سواء بقى حابين شوكولاتة، الوان، اللي انتوا حابينه. تقدروا تعملوا ايس كريم بنكهات مختلفة.